دابا ما انا ما قدرتش نعيط ولا يدوز لي العيد ما رجعش لي ولدي والله ما نقدر ندير شي حاجه بالله ما كنتش عليك انا ما رجعش ولدي والله ما معيط بالله كيفاش عليك ما عنديش فكره ندير العيد صفه نهائيه 15 عام ولا كنكبر فيه اكثر خلي نعرف في البريفي كتكبر لي في زعما راه ماشي زعما الحب كبير وفي الاخر يجي واحد يدمر لك ولدك ولا يدمرك راه بحال الحال حسبنا الله ونعم الوكيل وكل فيه طحين اللي قلت دير لي وصل لي الحاله وعيد هذا واش دابا ما انا ما قدرتش نعيط ولا ندوز لي العيد ما رجعش لي ولدي والله ما نقدر ندير شي حاجه بالله ما كنتش عليك انا ما رجعش ولدي والله ما معيط بالله 15 عام ولا كنكبر فيه اكثر خلي نعرف في البريفي كتكبر لي فيه زعما راه ماشي زعما الحب كبير وفي الاخر يجي واحد يدمر لك ولدك ولا يدمرك راه بحال الحال حسبنا الله ونعم الوكيل وكل فيه طحين اللي قلت دير لي وصل لي الحاله وعيد هذا واش مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مره اخرى كنتواجدوا في مدينه المحمديه تلقي اتصال من عند اخ خالد القصه ديال خالد القمه في الغرابه مشاهدينا الكرام خالد عنده وليد عبد الله الامنيه ديالو انه يقرا ليه وكل المسار ديالو مسار ايجابي اليوم ولد خالد عنده الامتحان ديال الكاطريام اللي هو التاسع مشاهدينا الكرام قبل 3 ايام اختفى البوع الانظار كيفاش تبعوا معايا خالد غادي تعاود ليا ولدك الوضع ديالو كيفاش داير كيفاش كيعيش معاكم ما عنده حتى شي تاثيرات الاصدقاء من السبت وانتم كتقلبوا على الدري هو عنده امتحان اليوم ما لقيتوش كيفاش السلام عليكم خويا ولدي عايش الحمد لله عادي جميع العائلات ما عندناش مشاكل لا شويه لهوك المشاكل راه ما كاينش المهم السبت خويا ناعس عادي مع ميقات 12 ونص دخلت الام ديالو الدوش جا عندو عيط لي شي واحد في الواتساب قال لي جي تغدى معايا ولدي انايا عيط لي قال لي صافي فوق البابا قال لي غادي نمشي نتغدى عند واحد الصديق ديالي قلت لي لا ما تخرجش تنجي انا من الدار قلت لي واش الام ديالك في الدوش قال لي قلت لي بقى تنجي ناض لبس حوايجو خرج عند داك الشخص صوته ما لا يوحي بخير شيفو انا مره وحده المهم مشى عندو الدري ولدي قال لي بابا غنهبط عندك باش تدور معايا باش نخرج كان مساعد الامتحان كان كلشي امور غادا بخير ناض مشى عند الدري كان صوني عليه تليفون كان كيصوني عادي شويه ما جاوبنيش شويه كان صوني عليه التليفون طفى ملي التليفون طفى انا وليت كنقول يكما التليفون ديشارجي ليه ملي من بعد وليت كشاك يكما الدري هذا اللي مشى عندو عطاه شي حاجه عطاه شي مخدر قتلو دار لي شي حاجه يعني خلاني في حيره بامري انا دابا ما مش من حالتي ومحالة الام ديالو من الظهوره من جهته الله يجازيكم زعما اللي كيعرفوا ولا اللي شافوا الله يجازيكم يعني راني كنتعذب من الداخل لما خليت حتى شي قلت ما مشيت ليه الابن ديالي ولد الترجى في الخير وعندو اليوم امتحان وكان كيوجد ليه كان كيوجد الامتحان كان الامور غادا بخير جا هاد الشخص الله يغفر فيه الحق ما عرفتش فين داه اليومين هذا راه باقي كنبري دابا 3 ايام راه حنا كنتعذبوا كان الناس زعما الناس اللي كيعرفوه يتواصلوا معنا ولا اللي شافوا الله يجازيهم والله ما عرفتش نقول لك غادي تساعدني يا خالد الله يستر عليك قلتي اربط بك الاتصال قال لك عاوني بالفلوس شنو الجواب ديالك انت قلت لي انا ما عطيتوش وكاين خليت لي واحد البوفوار باش يخرج يشرب قهوه مع الدري هنايا مشيت للدار نتغدى كان صنع تليفون كيطفى وديك فلوس هو جا خداهم ما جاش من تما هو مختفي هذاك الشخص انا شاك فيه يا اما قتلو يا اما شجعوا على شي مغامره داه ليا الدري ما كانش خرج طبيعي من الدار عادي يعني لبس حوايجو عادي ما هز حتى حاجه يعني اللي غيكون باغي يهرب ولا باغي غيخون لك الدار مو حاطه فلوسها يعني سميتو غيهز حوايجو بالزيد لبس برديلتو بايضة لبس سروال كحل لبس جاكيطه وخرج هذا الصديق ديالو بين قوسين ما بحثتيش عليه شكون هو هاد الشخص يلاه تعرف عليه جابوا مره وحده جابوا عندي هنايا ما عقلتش على الصوره ديالو الصوره ديالو كانت ندير هو وياه في البروفيل ديال الواتساب من بعد فاش طفى التليفون الصوره ديال هذاك الشخص تحيدات وهذاك الشخص مدير ايدو على وجهه مدير بحركه هوك باش شحال عندهم العام هذاك غتكون عنده ما بين 16 و17
هاد الشخص اللي كان معاه ما بين 16 و 17. يعني انت ما عندكش معلومات على هاد السيد؟ انا اللي قال لي باباك هو صاحبي في الحسنيه، حسنيه واحد او جوج الله اعلم. دابا المهم عندي هو انت ما عندكش معلومات على هاد السيد. ما عنديش معلومات. المرحله الثانيه، ما حاولتيش تشوف الاصدقاء ديال ولدك؟ ما ربنا تكون عندهم شي خيط اللي يقدر يوصل لهاد الصديق حتى هو اللي ينضم ليه، شي واحد اللي كيعرفوا يحددوا شكون هو. لا الدراري اللي سولتهم كيقول لي كنوري ما تصور ديالك، كيقول لي ما باينش في الصوره، ما عرفناش شكون هو يا. لحد الان راني زعما كنتحرق وكنتقطع. الله يجزيهم. السؤال كذلك، هاد الاصدقاء ديال ولدك ما حاولتيش تفسرهم على شي مره شي واحد فيهم اللي شافوه معاه يقدر يعرف شكون هو ولا في كيسكن توصل ليه؟ دابا 3 ايام واليوم امتحان، الدري غبر، ما وصلتيش للنتيجه هنا، واش ما كتشوفش انه خيط مهم هما هادوك الاصدقاء اللي مع ولدك اللي سنين طوال تيعرفهم وتيعرفوه في الطم دروس ولا في الحي ولا اللي يقدروا يحددوا شكون هو هذا اللي اختفى معاه الولد؟ لا تواصلت مع الدراري كنشوف التصوير كيقول ما عرفناش ما شناش ما والو. انا صراحه انا ولدي كان مستعد باغي يدوز امتحان، ما عندوش غرام ديال المشكل، كان كيراجع شويه، المهم كان بخير يعني. هو ديجا تعاود العام يعني كان باغي ينجح، هو موعده الام ديالو مات العام ديالها في اسفي، غادي يسافر مع الام ديالو من بعد العيد، غادي يسافر ورويه الاسفي يعني عادي. ما كيسمع كي عنده التليفون ديالو ناعس في الشومبره ديالو كياكل كي بعد يخرج يومين ثلاث ايام، ما كيسمع شي ضغوطات عليه ولا سميتو. انا شاك في هذا الدري، يا اما قتلوا لي هذا يا اما عطاه شي فرصه ديال قال لي يلاه نحرقوا. ولا انا ودي ما عنديش فكره ديال الحرق بصفه نهائيه، ما عمره جرى قال لي باغي نحرق ولا باغي سميتو، ولكن انا شاك هذا خينا اللي لزقت الصوت ديالو لا يوحى بخير استدرجو، يا اما عطى شي مخدر يا اما ساد عليه. انا ودي ما يتخلاش على الامتحان ديالو، والام ديالو محنا تصور 3 ايام هذو 4 ايام ما كناعسو ما كناكل ما كنشربو كنتعذبو، ما كاينش بلاصه يعني جميع الابواب دقيتها. الله يجازيكم، زعما اللي عرف الابن ديالي يتواصل معايا. شي حد اخر في العائله وشي خيط اللي يقدر يكون الدري مشى لعندو مثلا؟ والو العائله كامله كنتواصل معاها، ما كاينش شي واحد قال لي راه عبد الله جا عندي. يعني ما يعني تمنيت في شحال من حاجه، تراجيت في حاجه، جات خينا دمروا لي، ما عرفتش دابا لحد الان واش قاتلوا واش جرؤوا دار شي حاجه. يعني الحمد لله الله يجازيهم الناس ديال المحمديه كاع، الناس وقفوا معنا، الناس ديال الشرطه. بعد اتصلت مع الاصدقاء قال لي ما كاينش في الجيور، قلبوا لي الناس ديال لامور ديال السبيطار ما كاينش، المبين الوقت المدنيه قال لي ما هزيناش شي دري سميتو عبد الله وهاد اللاج. لي جوندارم مشيت ديكلاراسيون عندهم قال لي تاهما كذلك، قال لي راه ما سميتو خداو مع جميع المعطيات، قال لي ما كاينش الحاله. يعني جميع الناس كيتواصلوا معايا. متبع الكره هو؟ كيتبع الكره هو من الفريق، من الناس من المحبين ديال الوداد، ولكن ما عندوش قضيه ديال الفكره ديال التيران، ما عمرو في التيران، مازال نهار كتلعب ميسرى وسميتو هذوك الاهلي والوداد قال لي مشي، قلت لي لا جلست تفرج في قهوه عادي، ما عندوش ما عندي قضيه ديال يتبع شي فرقه ولا، وما عندوش شي فلوس ما باش نقول غادي يسافر الشي قنت. الا هاد الحاله قلت لك، الا ربما باع لي باع التليفون وقال لي تخينا يلاه مشو لطنجه كاين شي فرصه ديال الحرق من تما، ممكن يقدر الدري يغرر به. اما شي حاجه اخرى ما 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 كايناش. هذا الشيء اللي عندي انا، المعطيات اللي عندي الاولى كيقول هاد السيد عطاه شي مخدر، يا اما الدري قتلوا ليا ولا غيبوا ليا ولا داير شي حاجه. هذا هو خليل. السؤال الاخير اللي عندي معك، شي شك عندك في شي حاجة اللي كتعرف ممكن الدري يديرها واللي يمشي ليها اللي غيخليه أول مرة تيغبر هو بهذه الطريقة؟ شي حاجة اللي كتشوف يقدر يديرها هو الحريق؟ الحريق آخر فرصة كنقول، من بعد هذه القضية ديال أنا شاك في خينا اللي صوته قلت غنعطيه لك وغادي ديري في اللايف ولا غديري في سميتو، هذا لا صوته لا يوحي بخير فهمتيني، وحتى الصورة ديالو كان معاه في البروفيل ديال الواتساب حيدها، لا هو اللي مسح التليفون ولا هو اللي طفى التليفون الله أعلم، ويدو مدير على وجهه باش ما يباش باش ما يتعرفش. هذا خالد نهار اللي شتيه معاه أنت ما حاولتيش تستفسروا عليه شكون هو؟ فين ساكن؟ صاحبي كيسكن في الحسنية، كيبان دري نقي عادي، ولكن أنا ما توقعتش منه هذا اللي سميتو. قال لي عبد الله جيت تغدى معايا، أنا عبد الله مو كانت في الدوش، أنا خدام عبد الله بصح حوايجو خرج، يعني ما كون بقى في الدار مو غاديش يخليه يخرج، وانا ما غنخليهش يخرج، ما يمكنش غادي يتغدى خارج داره، وما عمرو بات في شي قنت ولا ما عمرو زعما خرج دخل مع الطال، الا دخل شويه من بين 10 ل 11 كيصيفط ليا ابيل موا وكنصوني عليه كيقول لي بابا انا طالع في الطريق. ولدي الحمد لله كلشي كيشاد ليه، يعني الدراري كاع كيعرفوه، يعني ماشي شي واحد يعني مجرم ولا شي واحد يعني قليل الادب وقليل الاصل، الدراري كيعرفوه دري مربي مؤدب الحمد لله. يعني هاد خينا لا كان الله ياخذ فيه الحق، هادشي غنقول لك. ولا كان زعما شافني ولدي الا كنتي بخير ولا خير رجع لداركم، راه حتى واحد ما يهضر معاك، رجع لداركم الله يجازيك ولدي، راه ماما كتعذب من جيتك، راه كنا كنتعذبوا، راه ما كناكلوا ما كنشربوا ما كنعسوا ثلاث ايام هذه. الله يجازيك، الله يجازيك عبد الله ولدي اللي اكتشف هذا الشيء، راه نقول لك اخويا رجع لك خالد. مشاهدينا الكرام، النداء ديالنا لجوج المغاربه، ارجوكم
كل ما نساعد باش نوصل للهدف فينا هو عبد الله. مشاهدينا الكرام، تنتمنى من الله سبحانه وتعالى ومجهود المغاربة أن هذه الصورة ديال هذا الوليد نشرها على نطاق واسع من أجل وصول الهدف فينا هو عبد الله. حسب تصريح ديال الأب ليس له سوابق قضائية، 15 سنة المسار دياله مزيان، إلا في هاد حوالي يومين هاد الاختفاء بهالطريقة، واليوم عنده الامتحان ما كيحضرش، والعائلة ديالو كتشوى الله يسمح لنا من الوالدين. أرجوكم مبارطاجيو هاد الفيديو وهاد الصورة على نطاق واسع من أجل الوصول للهدف الأسمى في الموضوع هو فينا هو عبد الله. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع على الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد إلى وصلتنا معطيات حول المصير ديال عبد الله. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.